ما معنى من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه؟ ما معنى ذلك؟ ممكن حضرتك توضح؟ التحريف هو تغيير اللفظ عن معناه إلى معنى باطل. التحريف نوعان، الأول تحريف في اللفظ وهو تغيير لفظ الكلمة، تغيير كتغيير حركة أو زيادة حرف أو نقصان حرف، كما حرف بعض المحرفة لفظ الجلالة في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما إلى النصب، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، يريدون من ذلك نفي صفة الكلام لله عز وجل أن الله لا يتكلم، لأنهم يظنون أنهم لو أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل لشبهوه بخلقه، فحتى ينزه الله عز وجل حرفوا الكتاب. هم وقعوا في أمر أخطر وهو تحريف الكتاب، فقالوا وكلم الله موسى تكليما ليكون الكلام من جهة موسى لا من جهة الله عز وجل، فإن الله لا يتكلم عندهم. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ كما جاء لا يحرفونه، ويقولون كلم الله موسى تكليما، من صفات كمال الله عز وجل أنه يتكلم. ألم تر أن الله عز وجل أعاب على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فالعجل لا يتكلم فكيف يعبدونه؟ فمن صفات الرب الكامل أنه يتكلم. أما النوع الثاني من التحريف هو ليس تحريفا في اللفظ ولكن تحريف في المعنى، كمن فسر وجه الله عز وجل بثوابه، وفسر العين بالرعاية، وفسر اليد بالنعمة أو القدرة، فكل ذلك من أنواع التحريف. إن لم يكن تحريفا في اللفظ فهو تحريف في المعنى. أما التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ولكن بدليل. التأويل منه ما هو محمود مقبول ومنه ما هو مذموم. التأويل عند السلف له معنيان، الأول التفسير سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن. يعني إذا قيل واختلف علماء التأويل، يعني اختلف علماء التفسير، القول في تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، يعني القول في تفسير قوله تعالى كذا وكذا. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهذا معنى قول الله عز وجل أو تأويل قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا معنى. وأما المعنى الثاني للتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك هو الحقائق الموجودة في الجنة، وهذا لا يتصور معناه في الأذهان ولا يعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وكذلك كقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وكقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وعليه يجب الوقف على قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما هو التشبيه؟ التشبيه هو التمثيل، كمن يقول أن لله عز وجل سمعا كسمعنا. نعم، وقد نفى الله عز وجل عن نفسه أن يشابهه أحد من مخلوقاته أو أن يشابه أحدا
من مخلوقاته عز وجل، فقال ليس كمثله شيء، أي الخالق ليس كمثله شيء من مخلوقاته، لأنه هو الصمد الذي لا نظير له ولا ند له ولا كفء له. هل تعلم له سميا؟ أي من يساميه ويماثله. وقال نعيم ابن حماد الخزاعي وهو شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وكذلك قال ابن كثير: ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من أسماء وصفات، وينفون عن الله عز وجل كل صفات النقص. وبالمناسبة، فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال معلقا على كلام نعيم بن حماد المتقدم: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها منفقها، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان، احذر أن تقع فيهما. المقام الأول تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، يعني الذين يؤولون صفات الله عز وجل عن ظاهرها من غير دليل. قال: فما أولها السلف، ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها وأمروها كما جاءت. وهذه نصيحة غالية، أنك إذا قرأت صفة لله عز وجل في القرآن آمن بها، لا تحرفها ولا تفسرها، واجعلها تمر. بل المقام الأول صرفها عن ظاهرها وتحريفها، وهذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه كما فعل اليهود والنصارى. المقام الثاني ولا بد أن تحذر منه المبالغة في الإثبات،